أو إذا أردت أن تعرف أحدا دعه يتكلم، اسمع له وسيبه يتكلم. أنت لما تسمع له هتعرفه كويس قوي يرحمكم الله. وأفضل ما يمكن أن تركز في السماع كيفية صياغة السؤال والعبارات والجمل، بيعبر عن نفسه إزاي، بيسأل إزاي. في هذا المقام مش هنتكلم إلا على السؤال، فحسن السؤال ليس هو نص العلم، ولكن هو ماذا؟ لا، هو نص العلم، لأن النص الثاني هو فهم السؤال. يبقى العلم صياغة السؤال نص، وفهم السؤال إيه؟ نص ثاني. ماشي الحالي؟